عايزين نشوف الفيديو مع بعض، وبعدين عايزة الناس تشوف الإخوان بيقولوا إيه على الشعب دلوقتي. نشوف مع بعض. إيه ملامح مرحلة المجتمع المسلم؟ مرحلة المسلم المجتمع المسلم أن يتبنى المجتمع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وأداب الإسلام، يتبناها ويدافع عنها. كويس. والمجتمع المصري والمجتمعات العربية متبنية هذه الفكرة؟ لا، لسه. أنا أقول نحن في مرحلة المجتمع المسلم. يعني المجتمعات العربية لم تنضج حتى هذه اللحظة؟ لم تنضج طبعا. من الذي له أن يحدد أن المجتمعات العربية نضجت أم لم تنضج يا دكتور؟ مش يحدد الأهداف هي التي تحدد. أنت تريد من المجتمع أن يكون مجتمعا مسلما، ليس مسلما اسما، وإنما مسلما في تطبيقه وعمله وسلوكه وأخلاقه. هل أنت تستطيع أن تقول أن المجتمع العربي الآن المسلم أو المسلم غير العربي؟ دكتور، أنت كيف تستطيع أن تقول أن هذا المجتمع وصل إلى درجة من الإسلام جيدة أو لم يصل لدرجة من الإسلام؟ على أي أساس من الممكن أن تعطي جماعة أو مؤسسة نفسها هذا الحق؟ الجماعة لا تعطي نفس الحق. أنت تقول لا، أنا أقول نحن في مرحلة المجتمع، نحن ما زلنا نبني المجتمع.